ضربة البداية خلاص لمسابقة الدوري بالنسبة للأهلي هتكون النهاردة أمام فريق كبير وأكيد زي الإسماعيلي، ومباراة أعتقد مش سهلة. يعني اللي يقول لك لا الموضوع خلصان مش اسمها كده خالص، يعني إحنا هدفنا أكيد الثلاث نقاط يعني زيها زي كل مباراة في المسابقة، بنتكلم لاستعادة اللقب المحلي. هنتكلم في كل ده وعن شكل المباراة والرؤية الفنية ليها، وكمان أكيد ملف المنتخب مش هيخلو يعني من الحديث عنه مع كابتن صديق جمال نجم الأهلي السابق. بونجور قوي، صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل يا كابتن كريم، صباح الخير نود. طبعا يعني الدوري بقى الموسم الجديد، كل سنه وحضرتك طيب، ابتدى بالفعل اول امبارح وشكل الدوري هيبقى حلو، لان البدايه كانت حلوه وشفنا مباريات قويه وغزاره هدفيه، خصوصا طبعا في ماتش الاتحاد وسموحه. ف يعني رؤيتك ايه بقى للموسم ده في ظل البدايات القويه اللي احنا شاهدناها اليومين اللي فاتوا؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، البدايه مبشره، بدايه من القرار اللي هو حضور الجماهيري، ده حاجه كويسه جدا جدا، بيدي باور وبيدي دفعه وبيدي يعني شكل جمالي للمباريات. البدايه ساخنه زي ما بيقولوا، مباريات اللي اتلعبت مباريات كبيره جدا واحرز فيها اهداف كتير، ومباراه سموحه زي ما حضرتك اتفضلت والاتحاد مباراه كانت 4-1 لسموحه، وقدر الاتحاد يعمل ريمونتادا ويرجع تاني للمباراه 4-4. دي بقى مباراه على الارض، مباراه كويسه جدا طبعا. البنك كسب 3، المقاولين ربح اول ماتش ليه في الدوري، الزمالك ربح 2 امبارح. الفرق بدايه قويه جدا جدا. انا شايف ان الدوري السنه دي هيبقى مميز، كمان الاضافه لحضور الجماهير. لان دي نقطة عظيمة، الجماهير بتدي باور وبتدي يعني روح كمان انتعاشه للعيبه والمنظومه كلها، حتى بشكل الملعب ما في جماهير غير ما يكون ملعب فاضي طبعا. فانا شايف البدايه هتبقى قويه جدا جدا. وبرده الملفت للنظر في 7 لعيبه اجانب في سموحه وفي الاتحاد وفي المقاولين احرزوا اهداف في الاسبوع الاولاني، دي برده حاجه مبشره ليهم هم، لان انت عارفه مصر محطه كبيره جدا جدا للعيبه الافارقه اللي عايزين يطلعوا على اوروبا واللي عايزين يبقى ليهم السعر بتاعهم يعلى. المسابقه بتاعتنا مميزه من ضمن المسابقات القويه جدا جدا في المنطقه يعني. فشايف دي برضو حاجه ملفته للنظر، اكتر من لاعب افريقي سجل في اول اسبوع، حوالي 7 لعيبه. انا شايفها هتبقى بدايه قويه ان شاء الله باذن الله. حلو جدا. لا بس انا عايزه اركز على الفرق الصاعده شويه، يعني بتكلم ايسترن كومباني وفيوتشر وفاركو، يعني برضو في كده حاجات زي بتقال بروميسنج يعني واعده فعلا. برضو كلمنا عن هنا فكره ان فرق تصعد وبتلعب حلو، يعني فعلا عندهم كمان نماذج حلوه جدا وممكن بعد كده يروحوا اماكن كمان افضل، يعني خليني اعرف وجهه نظرك في ده. الماتش بتاع فاركو اتفرجت عليه، الفرقتين كويسين جدا جدا بصراحه. فيوتشر عملوا مباراه كبيره جدا، طبعا قدر كابتن علي ماهر يحرز هدف وعرف يتعامل مع المباراه. الشوط الثاني، الشوط الاولاني كان مجدي عبد العاطي تعامل مع المباراه بكفاءه عاليه جدا، حصل تغييرات تكتيكيه للكابتن علي ماهر وتغييرات من بره من على البنك، دي فرقت معاهم وقدر يحصد 3 نقاط. شايف الفريق برضو عمل تدعيمات جامده جدا، لان كل الفرق حضرتك لما تتفرج على المباريات هتتلخبطي شويه على بال ما تاخدي على الجو الاسبوعين الثلاثه الاولين، لان كان في فريق في لعيبه معينه بصت اتنقلت لفرقه ثانيه، فرقه ثالثه راحت فرقه رابعه، حصل تنقلات بين الانديه، احنا في عصر الاحتراف، فعملوا تدعيمات كبيره جدا جدا، فهتتلخبطي لما تحفظي. لان في فرقه كان فيها 6 5 لعيبه راحوا فرقه ثانيه، فرقه ثانيه راحت فرقه ثالثه. على بال ما الواحد بقوله هتلاقي كل شويه بيبقى في يعني تصعيد حتى للعيبه وانتقالات. وفي امكانيات عاليه جدا بدليل ان هم اللعيبه داخله بعقوده كبيره. والفرق اللي هي هتدي رونق برده للدوري المصري الفرق الشركات. يعني فاركو عندهم امكانيات عاليه جدا جدا، فيوتشر عندهم دعم مادي حدث ولا حرك، حتى لسه بقى ما تعودناش على اسم اسمه ايستر كومباني، شركه الدخان عندهم برضو ماده وممكن يعملوا تدعيمات. فالفرقه دي بتدي شكل وبتدي قوه للبطوله الدوري، وكل ما بتجيب تدعيمات وتجيب لعيبه كويسه سواء اجانب او محليين بيبقى ليك على الارض معاك فريق قوي،
فانا شايف بصراحه اضافه وهيبقى في شغل كويس جدا جدا السنه دي باذن الله. تعالى بقى نروح على لقاء اليوم في الثامنه مساء، ولقاء اللي هو بيسموه الكلاسيكو دايما بين الماتشات دايما الاهلي والاسماعيلي، تبقى مباريات كلاسيكيه كده وليها خصوصيه شديده. بشكل عام كابتن بيتسو موسيماني يعني الى حد كبير هو مدرب تكتيكي بيلجا للهجوم في اغلب الاحيان، ما عدا في بعض المباريات ويمكن كان ليها اعتبارات وظروف خاصه، يمكن الى حد كبير على عكس كابتن طلعت يوسف مدرب الاسماعيلي اللي برضو الى حد ما بيميل شويه للدفاع. فهل تتوقع ان هو اللقاء النهارده هيكون يعني هجوم ضاري من قبل الاهلي ودفاع مستميت مع الاعتماد على الهجمات المرتده من قبل الاسماعيلي، ولا الدنيا ما تقدرش تحسبها كده؟ لا، بدايه كل فريق عنده استراتيجيه بيلعب بيها حسب انت هتلعب مين. ما انا لما بلعب فريق في مستوايا هلعب برضو ايه مفتوح وهاجم وبتاع، لما الاقي فريق اقوى مني يبقى الحرص كل الحرص. اول حاجه لقاءات الاهلي والاسماعيلي بتبقى مهمه جدا جدا اعلاميا وعلى الارض فنيا، بتبقى مباريات عاليه جدا بما يملك اللاعبين من امكانيات عاليه في الفرقتين. واحنا تعودنا كتير وحصلت قبل كده ان الاهلي والاسماعيلي لعبوا كتير في بدايه الدوري، ضربه البدايه بتبقى الاهلي والاسماعيلي. الحمد لله كان بنسبه كبيره التفوق كان لنادي الاهلي. المباراه دي لسه على الورق الاهلي حاجه والاسماعيلي حاجه، بس في ارض الملعب في متغيرات. نبدا بنادي الاسماعيلي، طبعا كابتن طلعت يوسف مسك الفرقه، حصل عندهم تدعيمات بسيطه، في لعيبه مشيت مميزه من عندهم. على طبعا على حد فكري او المعلومه اللي عندي كابتن طلعت مش هيبقى موجود النهارده على البنك، لانه ربنا يشفيه يا رب، كان عنده شويه تعب وكده صعب يكون موجود. ربنا يشفيه. بس الجهاز المعاون ماشي بالخطه بتاعته الاستراتيجيه، هيلعب النادي الاهلي وهيحرص كل الحرص، بس ممكن مش هيدافع زي ما حضرتك بتقول لان ده اول ماتش في الدوري، بس هو بيلعب بتوازن ان هو عارف المفاتيح اللعب بتاعت النادي الاهلي وصعب يلعب مفتوح قدامه، بس هيلعب بحيث انه يحاول يقفل المساحات على النادي الاهلي، ما يديش الحاجات الامكانيات العاليه بتاعت الاهلي بالذات في الثلث الاخراني، وحاول يضايق عليه. واكيد اكيد الاهلي عامل حسابه لكده. الاهلي جاي في انتعاشه بعد مباراه الحرس الوطني، كسبان ما شاء الله سكور، واللعيبه كلها شاركت واللعيبه كلها سجلت، وداخلين على البطوله مستعدين استعداد جيد جدا جدا بالتدعيمات اللي جت وبالناس اللي كانت اعارات ورجعت. الاهلي الحمد لله مكتمل يعني، بس الغياب الشناوي ان شاء الله يرجع بالسلامه. كابتن علي لطفي موجود هيأدي اللقاء، وزي ما هو لعب قبل كده في بطولات افريقيه وبطولات محليه. موسيماني حاطط خطه معينه للمباراه، بالبدايه ان شاء الله تكون موفقه وقويه جدا، لان الثلاثه بونت في بدايه المشوار بيدينا باور. اكيد طبعا مفيش غير عن كده يعني، مفيش رفاهيه امر تاني يعني. ان شاء الله، لان الثلاثه بونت تمشي في المسيره بتاعتك اللي هي الهدف اللي انت بتحقق لجميع النادي الاهلي وليك، ان هي المنافسه على البطوله من اول يوم. الموسم ده اصلا مفيش مساحه بقى لنزيف النقاط اللي حصل الموسم اللي فات. لا ان شاء الله ما يكونش فيه نزيف، لان بس يا كابتن كريم احنا هي كانت ملامسات، هي كانت ظروف وملامسات ليه بس الموضوع ده اللي حصل. بس في كره القدم وارد فيها كل شيء طبعا. انا يعني زي ما بتقول ايه، بركز توفيق طبعا بتاع ربنا، بركز وبشتغل في الملعب وبجتهد، بعمل كل المطلوب مني فنيا وبدنيا وتكتيكيا في الملعب، واكون مستعد. النتيجه دي بتاعت ربنا، بس احنا طبعا هدفنا اللي احنا على طول بنتمنى وان هو يتحقق يعني المكسب طبعا. ومباراه مش سهله، مباراه قويه. الاسماعيلي مهما يكون ومهما الظروف اللي بيمر بيها هو النادي الاسماعيلي كورته كويسه، وبعدين بيلعب النادي الاهلي. ده كان برازيل مصر في وقت بيلعب النادي الاهلي. عارف لو بيلعب مع فرقه ثانيه، اما بيلعب مثلا مع دخان، بيلعب مع البنك، ترتيباته وحساباته ودخلته على المباراه غير ما داخل بيلعب النادي الاهلي. يعني ده مباراه ده قمة. اي فريق والله يا كابتن صديق يعني لا. مش بس والاسماعيلي بالذات. بص يا نوان، التاريخ بيقول كده، بيلعبوا قدام الاهلي كل الفرق بتلعب على الموت، بس الاسماعيلي كنادي برضه كبير وجماهيري، مباراه الاهلي دي بتبقى قويه جدا، بيبذلوا اقصى جهد طبعا عشان مش عايزين يطلعوا ان هم يطلع ينزل خسران بسكور بتاع كويس قوي. ونفس الكلام الاهلي بيحترم اي خصم من اول الفرق اللي فوق لحد طبعًا. اخر فرقه في الدوري طبعا. التوفيق بتاع ربنا ومستر موسيماني زي ما قلت، في انتعاشه، الفرقه كسبانه في الماتش بتاع افريقيا سكور، واللعيبه مركزه عالي جدا، والتدعيمات اللي جت ومن بره حسام حسن والمعارين
عمار وعبد القادر والاثنين اللي هم الافارقه، ان شاء الله بيبقوا اضافه للنادي الاهلي، والتوفيق بتاع ربنا ان شاء الله باذن الله يكون الفوز حلفنا النهارده ان شاء الله. بس في نقطه بقى، حد يجي يقول احنا الشناوي مش هيلعب ووليد سليمان برده مش هيلعب وعندنا بعض برده المشاكل يعني، فهل ده هياثر ولا لا؟ وجهه نظر حضرتك ايه؟ كويس حضرتك فكرتيني، الف سلامه طبعا للكابتن وليد، من اللعيبه الكبار طبعا وليه دور كبير في النادي الاهلي سواء كان في الملعب او بره الملعب. الف سلامه عليه. بالنسبه للكابتن الشناوي طبعا هو في الماتشات اللي فاتت كلها سواء المستوى المحلي او الدولي كان هو اللي بيلعب رقم واحد في مصر، بس دي اصابه خارجه عن ارادته، دي حاجه بتاعت ربنا. كل انه مش متواجد الجماهير يعني ممكن واحد يكون قلقان سنه، بس الناس عندها وعي. يعني علي لطفي حضرتك لعب مباراه مهمه جدا جدا في مسيره النادي الاهلي بما فيهم لعب لقاءات قدام نادي الزمالك وتالق وكان مميز جدا جدا وصد ضربات جزاء ماتشات الافريقيه اثبت وجوده، فهو ليه دور لان النادي الاهلي الثلاث حراس الموجودين علي لطفي او مصطفى شوبير او حتى حمزه كل واحد ليه دور هيلعب، لان ممكن الظروف واحد انذارات واحد لا قدر الله اصابه دي وارد، واحد يجي ثاني يوم مثلا تحط في السكور تعب، فلو ما كانش البديل مجهز نفسيا وفنيا على مستوى عالي بعدين ده بيلعب في النادي الاهلي يعني مش، وبعدين انت في النادي الاهلي اي حد بيلعبك بيبقى متوتر قدامك، احنا الحمد لله ما فيش خوف من اي خصم، في هيبه كده. ايوه طبعا ده بفضل الله، دي من عند ربنا طبعًا. الهيبه دي موجوده والثقه واسم النادي وتاريخ النادي وتاريخ بالظبط دول بيبقوا في المقدمه قدام اي خصم طبعا. فكابتن علي انا بصراحه يعني انا معجب بيه جدا جدا في المباراه اللي خدها، فانا بطمنك يعني الجماهير برده عندها ثقه كبيره، ما فيش اي توتر ولا اي خوف عليه. احنا الموسم اللي فات لو تفتكر حضرتك اكتر من مره في اكتر من حلقه وبناء على اكتر من واقعه لافته للانظار اتكلمنا كتير عن الاخطاء التحكيميه واتكلمنا على الفار وعمايله الى اخره. واضح ان شاء الله كده احنا بصدد نفس الحكايه، لان برضو ابتدت الاخطاء التحكيميه ايه تظهر في الافق مبكرا جدا، وزي ما حصل مثلا في يعني ضربه الجزاء اللي اتحسبت امبارح لنادي الزمالك واللي كتير من المحللين يعني ايه اثاروا بموجبها لغط كبير، وكتير منهم شافوا ان هي لا مش صحيحه وخصوصا في وجود الفار، فتوقعات لا احنا نوضح هو بس ايه نوضح برضو عشان الناس ما تقولش ايه ان احنا بنتكلم على ضربه الزمالك بس، في ضربه برضو في ماتش الاتحاد وسموحه، فطبعا المدير الفني بيعترض او البنك بتاع الفريق اللي هو اتحسب عليه ضربه الجزاء. نبدا بكابتن حلمي طولان رؤيته للضربه ان هي ما لهاش علاقه بضربه الجزاء، بيقول الحكم حسبها من وحي خياله يعني ان كده. في ناس بتنقد او في ناس بتحلل او في لجنه التحكيم بتطلع تبرر الاخطاء وارده، بس هي لما تيجي في البدايه ان شاء الله نتعلم منها. يعني ممكن ضربه جزاء اتحسبت، انا مش هقول اسم الفرق بس بتكلم كلام عام، واحنا مش الاولى نتعلم من الموسم اللي فات كله؟ لا يعني ما لازم مستنيين ضربه البدايه، ما انت ما عندك موسم كان مليء باخطاء جديره بان احنا نتعلم. كابتن حلمي اتكلم كلام لازع جدا لانه غصب عنه حس المباراه راحت منه طبعًا. طب ما احنا برضو في حاجات كتير راحت مننا باخطاء تحكيميه يعني. اكيد ولازم نقف عندها، ما احنا لو ما وقفناش اصل حقنا ده تعب لعيبه تعب جهاز فني تعب جماهير اللي عندها الطموح ان هي تكسب، يجي حكم يحاسب ضرب الجزاء. وبعدين برضو في نقطه هنا، انا من وجهه نظري انا كمشجع مصري بعيد عن ان انا النادي الاهلي، لا انا مشجع مصر، بتمنى ان الناس لما تيجي تحط حكام تحط حد عنده خبرات بالذات في المباريات المهمه طبعًا. يعني انا مثلا فرقتين كبار حط حكم يكون ادار مباريات قبل كده، ما تحطش واحد اول مره ده يكون حكم كويس جدا جدا وممتاز وانت مرشحه بكفاءته، بس ما تدلوش مباراه كبيره زي ما انت بتدخل لعيب في المباراه تكون جايبه جديد دخله ربع ساعه في ثلث ساعه يعني. لما يركب في الفرقه خلاص بقى اساسي. لما تجيش واحد من الدار للنار تروح حاطه في حاجه كبيره، القرارات بتبقى عكسيه، ضربه جزاء غلط حسبت مين دفع ثمنها؟ فريق ثاني دفع ثمنها. ضربه جزاء مثلا بتاعت سموحه في اعتراض من الجهاز الفني بتاع سموحه ممكن تكون سليمه 100%، نادي الاتحاد ملوش دعوه اتحاسب ضرب جزاء، ممكن الاتحاد قبل كده يتحسب عليه ضرب جزاء واتظلم زي النادي الاهلي اللي هو بقى رقم واحد في مصر جه عليه اخطاء كتير واتظلمنا فيه طبعا. قبل قد ما احتجاج بسيط بس احنا ما استفدناش حاجه صحيح. ده في مره الكره جبناها جون في الجيش والحكم لغاها لنا، دي ضيعت منك بطوله الدوري. بس احنا لازم نقف عند المواقف دي ليه؟ عشان التكرار يبقى غلط. فكلام حضرتك مظبوط كابتن كريم، من الاول لازم يكون في حساب.
بس الاخطاء التحكيميه يعني دوليا انا بتكلم ليها برسنتج، ليها نسبه معينه اللي هي بتبقى تمام تقريبا كام في الميه؟ 10% ولا بتبقى كام يعني اللي هي متاح عامه؟ يعني دايما بيقول لك في برسنتج للاخطاء التحكيميه وارده انها تحصل، انا بديك حاجه في الميه وبعد كده بقول لك بعد كده بيبقى زياده، ممكن تبقى 10% تقريبا 20% و25% حسب ظروف اللقاء وحسب سير المباراه وحسب اللي بيبقى ليميت مقبول. بعد كده بيبقى اوفر قوي بحصل النهائيه للحكم بعد المباراه. بس انا بقول الفار المفروض جاي يساعدنا، ده 100% مش جاي يظلمنا. يعني انا بقول لك الكره بتاعتنا دخلت ماتش الجيش، فين الفار؟ اللي قاعد على الفار كان في مشوار وسايب مثلا الجهاز ده سؤال كويس برضه. دخلت الجول الكره في ماتش الجيش، دخلت الجول والحكم لغان، فبيجي بقى ضربه جزاء ما فكرناش بقى يا كابتن صديق. خلاص احنا يعني في حاجات حرقت دمنا كتير الفتره اللي فاتت، فيعني انا معاك، بس احنا بنلتمس العذر ليهم، بس ما يبقاش في تمادى من اولها كده، يبقى لازم نعمل كنترول ويكون في دقه في القرارات. اكيد بس عشان التعب. بشكل عام شكل الموسم ده للدوري حلو. لا البدايه يعني البدايه بتقول كده، عندك فرق كلها فايقه وكله داخل بيسن السكاكين، عندك فرق يعني الصاعده زي ما كنا لسه بنتكلم من شويه، وخصوصا فرق الشركات ذات الامكانيات اللي عندها صفقات لطيفه بينتج عنها لعيبه ثقيله، يعني مؤشر في ازمنه سابقه كانت دايما بتلاقي الحكايه محصوره الى حد كبير طبعا بين الاهلي والزمالك تمام، لكن اعتقد ان الموسم ده الصوره يعني ايه ما تقدرش تستنتجها مبكرا، لازم تستنى لغايه الاواخر ولا ايه؟ لا هي بص البدايه مبشره جدا. ليه؟ زي ما قلت لحضرتك الانديه دي ضخت فلوس فلما تجيب انت منتج كويس فاكيد هيطلع لك منتج اعلى طبعا، لما تجيب انت الخامه القماش. فاللعيبه اللي جت يعني البنك عمل تدعيمات كويسه جدا. ايه اللي حصل؟ كسب ثلاثه، عمل مباراه كبيره. السنه اللي فاتت كان بادئ بدايه متعثره جدا، كان تعادل في اول ماتش وبعد كده اتغلب كذا مره وحصل تغييرات. الفرقه علي ماهر ما شاء الله الفرقه بتاعته فرقه مميزه جدا جدا، جايب تدعيمات قويه جدا جدا جدا، يعني جايب له مثلا لعيبه يعني فوق ال 15 20 لعيب. نفس الكلام فاركو ده جاب فريق كامل، جايب فريق كامل اللي في حتى مجلس اداره جديد لسه مكونينه، في اسماء رنانه يعني ما شاء الله، فالناس كلها رياضيه. فلما انت بتضخ فلوس، الفلوس دي هتجيب لك لعيبه كويسه، هتلاقي المحصله مباراه قويه جدا. وبعدين انا نفسي زي المباراه يعني سموحه كده والاتحاد وزي البنك، الناس تلعب لعب هجومي. اللعب الدفاعي ده عقيم، ما بيولدش نجاحات، وبعدين بيأثر على منتخب مصر، بيأثر جامد جدا على المنتخبات. ان الكوره بتبقى دفاعيه دفاعيه، لا اطلع هاجم. اللي بيهاجم ده هتهاجم هتكسب ماتشين تخسر ماتش، انها تفضل تدافع تتعادل خمس ست مرات سبع مرات. ده في فرق السنه اللي فاتت اتعادلت فوق الثمان ماتشات كتير. انت العب كوره حلوه، على الاقل الناس تاخد على الفكر الهجومي. بعدين المدربين كلها ما شاء الله اللي على الساحه كلهم كويسين، يعني كلاعيبه كوره، ولازم بقى الفكر يعلى شويه صح، حس نتفرج على مجمل الحته الهجوميه تبقى مميزه، ما تبقاش عند الاهلي والزمالك وبيراميدز والحاجات دي بس. صح اتفق معاك جدا. طب خلينا نشوف كده، احنا هيكون معانا، معلش هنستاذن حضرتك كابتن صديق، يكون معانا زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي، هيكلمنا عن كواليس بقى معسكر الاهلي قبل مواجهه الاسماعيلي، ونطمن منه ونطمن حضراتكم كمان. يعني فاروق انا بصبح عليك طبعا، صباح الخير. صباح الفل يا نهاوند، طبعا بصب عليكي وعلى كريم وعلى كابتننا الكابتن صديق الجمال حبيبي الله يخليك، وعلى كل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني طمنا كده وقول لنا الكواليس عندك اخبارها ايه يا فاروق، ويعني عايزين كاننا قاعدين معاك كده، ادينا صوره حيه عما يحدث، والبرنامج النهارده ايه ما دار فيه، يعني الاجتماعات مع كابتن باتشو موسيماني والاداره، خلينا نعرف منك. يعني خليني اقول لك يا نهاوند، يعني عقب المباراه الاخيره للفريق النادي الاهلي امام فريق الحرس الوطني، يفوز النادي الاهلي بسته اهداف مقابل هدف وصعوده لمرحله المجموعات، فمستر بيتسو موسيماني كان ثاني يوم اللعيبه يعني عملت ريكفري وكان تمرين خفيف للعيبه اللي شاركت في المباراه، فضل مستر بيتسو موسيماني ان يدي راحه للاعبين. استأنف استعداداته لمباراه الاسماعيلي وانطلاق الدوري، كان المران الرئيسي بالامس يعني كان تمام الساعه 1:30 ظهرا، كان يعني قبل المران كان التجمع اللاعبين الساعه 12:30 في ملعب قطار الاتش. نقدر نقول ان من قبل المران مستر بيتسو موسيماني كان عقد محاضره فنيه مع اللاعبين، اتكلم على بطوله الدوري واهميه بطوله الدوري بالنسبه له، بالنسبه للاعبين، بالنسبه للجمهور، حاول يشتغل على الدوافع النفسيه ويجدد الامور بالنسبه للاعبين.
بيتكلم على البدايات، قال ضروره البدايات واهميه البدايات، بيتكلم على فريق الاسماعيلي بالتحديد انه كان واحد من الفرق يعني من المباريات اللي كانت سبب في خساره الاهلي للدرع الدوري الموسم الماضي، اتكلم على اهميه هذه المباراه واتفرج يعني مع بعض، جاب يعني عرض للاعبين اخر مباراه اتلعبت ما بين الفريقين اللي كانت على استاد الاسكندريه وانتهت بالتعادل اللي جاب هدف لكل فريق، اتكلم مع بعض مع اللاعبين على بعض الامور الفنيه الخاصه بفريق الاسماعيلي مع التدعيمات اللي عملها بعد المحاضره اللي انطلق المران اللي شاهد يعني نقدر نقول حاله معنويه عاليه جدا من اللاعبين، الصفقات الجديده يعني شايفنا الانسجام بدا يبقى بصوره كبيره وصوره ملحوظه سواء بنت تاو سواء ميكسوني حسام حسن عمار حمدي اللاعب احمد عبد القادر، اللعيبه الصفقات الجديده مدى انسجامها مع اللاعبين اعتقد ده هيكون ليها دور كبير النهارده في يعني في المباراه وفي التشكيل مع مستر رابيتسو وسناني. طبعا حاله التالق اللي كانت في الفتره الاخيره لسواء لكهرباء عوده حسين الشحات تالق وعوده قفشه عوده حاسه التهديف لمحمد شريف كلها امور ادت ارتفاع للروح المعنويه عند مستر بيتسو موسيماني، يعني تقدري تقولي انا والدي ان مستر بيتسو موسيماني هيبقى في حيره من امره في اختيار ال 11 لاعب ان شاء الله اللي يكونوا على تشكيل النادي الاهلي لهذا اللقاء، لكن احنا واثقين في اي 11 لاعب ان شاء الله يا نهوان هيكونوا موجودين في ارض الملعب ان شاء الله هيأدوا المهمه وتكون بدايه مهمه جدا امام فريق الاسماعيلي. عايز اقول لك على نقطه مهمه ايضا، كان الفريق توجه للاسماعيليه بالامس تمام الساعه الرابعه عقب انتهاء المران، كان الوصول للاسكندريه في تمام الساعه السابعه سريعا، يعني كان الدور الاداري اللي بيقوم بيه الجهاز الاداري للنادي الاهلي وكل لاعب الى غرفته ثم تناول وجبه العشاء ثم الخلود الى النوم ثم انطلق اليوم النهارده بوجبه الافطار اللي كانت في تمام الساعه العاشره صباحا للاعبين، يعني عقب وجبه الافطار مستر بيتسو موسيماني اتكلم مع بعض اللاعبين كانت اجتماعات ثنائيه جمعت ما بينه وما بين محمد شريف محمد مجدي قفشه، اتكلم مع علي جانجي مع السوليه، اتكلم مع ايمن اشرف مع اللاعبين، حاول ان هو يشتغل على الدوافع النفسيه للاعبين، ثم هتكون وجبه الغداء ان شاء الله في تمام الساعه الثانيه والمحاضره الفنيه لمستر بيتسو موسيماني هتكون في تمام الساعه الرابعه والنصف، ثم التحرك الى ملعب المباراه يكون في تمام السادسه والربع، يبعد يعني الملعب عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي 15 دقيقه، يعني بكثير فريق يكون موجود في قلب في استاد برج العرب او استاد الجيش برج العرب تمام الساعه السادسه ونص قبل انطلاق المباراه بساعه ونص. عايز اقول لك برضو ان طاقم التحكيم المكلف به باداره هذا اللقاء يكون الكابتن محمد عادل هيعاون يوسف البطاطي واحمد توفيق طلب حكم ثاني، الحكم الاثنين حكام المساعدين، حكم رابع يكون محمود وفا وهيكون موجود على تقنيه الفار احمد الغندور ومحمد السبعش. اقدر اقول لك ان من الكواليس ومن الامور اللي احنا بنشوفها للاعبين لا في تركيز شديد جدا يا نهاوند عند اللاعبين. حلو قوي. طبعا حلو قوي يا فاروق، انا اسمح لي بقى عايز اروح معاك لنقطه عشان نحاول ناخد منك كل المعلومات، معلش فكره هنا الجماهير بقى كلمنا برضو عن يعني مدى انعكاس ده عند اللعيبه، اكيد طبعا اتكلموا في فكره هنا اول ماتش بقى بنتكلم وعوده الجماهير واحساس مختلف والكواليس عندك برضو ازاي، يعني خلينا نعرف. من الواضح انا عملت انك قريب من الكواليس شويه لان نقطه الجماهير يعني كلمنا فيها كلام مع بعض اللاعبين، عايز اقول لك انا والدي ودي حقيقه لا تقبل الشك ان النادي الاهلي النادي الوحيد اللي بيتاثر بجمهوره، عدم وجود جمهور النادي الاهلي كنوعيه جمهور النادي الاهلي لا يكون موجود في المدرج بتدي اكبر حافز للاعبين حتى ولو كان العدد الموجود قليل لكن بتدي اكبر دافع للنادي الاهلي، النادي الاهلي واحد من اكثر الفرق في العالم اللي بيتاثر بعدم وجود جمهوره، وجود جمهور النادي الاهلي مديها دوافع جديده، الدوري شكل الدوري يعني التقنيات اللي بيتم نقل بيها الدوري مديه حوافز كثيره جدا رفع الروح المعنويه عند اللاعبين، يعني مش هنقول ان دي مباراه اللي هيتابع المباراه مش هنقول ان دي مباراه في بدايه الدوري، لا دي انت بتتكلم في مباراه في منتصف الدوري خلاص الصراع بيشتد، كل العوامل يعني المقدمه ان شاء الله ان احنا نشوف مباراه كويسه، لكن الامر المهم جدا برضو ان احنا بنركز فيه العداله التحكيميه، الامر ده مهم جدا سواء للنادي الاهلي سواء للنادي الاسماعيلي او اي فريق لازم تكون العداله التحكيميه متوفره طبعا. للجميع ودي نقطه مهمه جدا، لكن يا نهوان عايز اقول لك ان الامر ده وجود الجمهور بالظبط منعكس انعكاس يعني بصوره كبيره جدا على اللاعبين، برضو لو كريم يعني كريم دايما بيحب يسال على الحاله المزاجيه والحاله النفسيه للاعبين، اقول لك يا كريم ان الامر ده بالنسبه للاعبين خلاص عقب الفوز الاخير
والنتيجه القصيره بالنسبه للاعبين قدام جمهور النادي الاهلي رفعت الحاله المعنويه عند اللاعبين. اللعيبه اتعهدت ان بدايه الدوري ان شاء الله اللعيبه مش هتفرط في اي نقطه ان شاء الله، يعني البدايه ان شاء الله تكون النهارده امام فريق الاسماعيلي باذن الله. ان شاء الله كلنا نسعد بمتابعه مباراه قويه. كل الشكر ليك زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه النادي الاهلي، وطبعا اكيد النتيجه الكبيره اللي حققها النادي الاهلي يعني بالسكور الضخم امام بطل النايجر اكيد ده تزود من ثقه اللاعبين، وان كان ده ما منعش بيتسو موسيماني نفسه انه يعمل وقفه. كان معانا حضراتكم اكيد تابعته معانا، كان معانا على التليفون من يومين بالظبط، واتكلم انه طبعا سعيد بالنتيجه الكبيره ولكن عنده شيء من التحفظات متعلقه بالاداء، ودي النقطه اللي يعني نستاذن طبعا ضيفنا العزيز كابتن صديق جمال ان احنا بمجرد العوده من الفاصل ده نبتدي نتكلم معاك عن اللي قاله او اللي صرح بيه كابتن بيتسو موسيماني، بس لازم نطلع فاصل لانه خلال لحظات سيرفع اذان النصر. فاصل ثم عوده ال 10 الصبح في الاهلي. اتفضل كابتن صديق الجمال لسه معانا، ولسه برضو عندنا كام نقطه كده عايزين نتكلم مع حضرتك فيها. قبل الفاصل كنا بنقول عن النقاط اللي ذكرها بيتسو موسيماني في حواره معانا، المداخله يعني اللي كانت معانا بالامس اعتقد او اول امبارح، كانت اول امبارح. فاتكلمنا في كذا نقطه معاه، وهو دايما رجل صريح زي ما معروف عنه، بيقول لك انا غلطت في كذا، غلطت في كذا، كان في تاثير في كذا، لعبنا كويس في كذا. هو كان عنده بعض النقاط اللي اتكلم عنها، انا سالته مثلا يعني السكور كان كويس بس الاداء حضرتك راضي عنه ولا لا؟ هو قال الاداء انا غير راضي عنه لكن عوض الموضوع النتيجه. فدي نقطه اولى ممكن راي حضرتك فيها. هو بالنسبه لموسيماني المباراه اللي هو لعبها كلها مع النادي الاهلي، في مباراه كان بالاداء فيها بعاد جدا، في مباراه كان فيها فوز بس الاداء ما كانش بالمستوى اللي على النادي الاهلي او الجماهير بتبقى عايزاه، ان الاهلي عنده كل المقومات وبعدين الجماهير عايزه اداء ونتيجه، بس في مباراه حسابيه بالنسبه ليه هو اهم حاجه عنده نتيجه اللقاء. الاداء ده بالنسبه له هيجي بعدين، بس رغم كده هو ما كانش سعيد، يعني ما هي دي النقطه بقى. ما هو مش سعيد، بس انت لو تشوفي التوتر اللي كان عليه لما النتيجه 2-1 اي حد في الدنيا هيتوتر هيقلق. الفريق مش على المستوى النادي الاهلي، اقل من النادي الاهلي بنسبه كبيره، بس في متغيرات دخل فيه جون مثلا بالغلط بقت النتيجه 2-1 لازم يبقى بره يبقى متوتر جدا جدا. السكور جه والحمد لله الاهلي قدر يكسب 6-1، الاداء بقى بيجي بعدين مع المباريات الكتير ومع الاستمراريه، ويبقى في تجانس بين الناس اللي هي جايه الجداد او الناس اللي موجوده من الاول. فاحنا مش بنستعجل عليه، بس هو جماهير الاهلي بتبقى ايه عايزه كل حاجه مع بعضيها بحسب حجم النادي الاهلي، حسب الـ 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 الامور الفنيه، عارفين الاهلي في مكان تاني في حته تانيه. فهو طبعا راجل صريح جدا واضح زي ما دخل مع حضرتك مداخله، قال لك انا حته الاداء ما عجبتنيش. اكيد برضو المنافس ليه دور كبير في حته الاداء، انت لما تلاقي برضو منافس قوي بيروح معاكي في الاداء بتاعك وبيشدك معاه، لما يكون مستوى المنافس ضعيف انت كمان بتبقي فيه حته ايه تراخي شويه تراخي شويه. لا بس ده مش صح، او مش ده اللي احنا نعرفه برضو. لا يعني لا في كل الدنيا كده لما ازاي لاعب فريق ضعيف انا دلوقتي في تراخي من ده، انا ده يخليني اضغط اكتر، يعني هتضغطي هتجيبي 17 جون هيبقى الفريق ده اضعف ما انت متصوره، وانا 6-1 والفريق ضعيف جدا. فهي ممكن الاداء هيبان في المباراه القويه الفرق الكبيره. هو خد اللي هو عايزه من المباراه، هو من جواه كان عايز اداء افضل، بس كاسب سكور، كاسب 6-1، المنافس برضو مش جامد قوي. ما انت لما تلعب، انا مثلا بلعب مع فرقه كبيره هطلع كيرف فوق، هي الفرقه الثانيه تشدني معاه فوق، هتلاقي المستوى في المحصله في الاخر الاداء قوي جدا واداء عالي. لما تلعب فريق ضعيف دي اخر امكانياته، واحد داخل فيه 6 انت مستنيه منه ايه؟ يهاجمك بقى ويضغط عليكي ويلعب بقى تكتيك وبتاع فنيات، لا خلاص هيرمي الفوطه وتلاقي الاداء كانها تمرينه. حضرتك بتتكلم بعد ما عملت الهاي سكور ده. أيوة. خلاص يعني انا بريح بقى. هم كمان ما شدوناش، ما انت في فرق لما بتلعبي سان داونز او بتلعبي الفرق الكبيره او نهائي افريقيا او تلعب دوري الابطال او تلعبي مثلا الترجي، مجبر ان انت تبقى فايق ومصحصح طبعا الفرق الكبيره أكيد. انت بتطلعي معاها وهي بتطلع معاكي في الاداء وفي الكيرف، انما الفرق الصغيره يعني ايه نادرا لما تلاقي واحد يشد معاكي، انما السكور ده فهي الاداء ان شاء الله. احنا مش قلقانين على النادي الاهلي، الاداء يجي بعدين. طيب خلينا برضو نقف عند بيتسو موسيماني ومع بدايه ظهوره على الساحه الاهلاويه ومع بدايه يعني قدومه، هو جه من الدار للنار بالمعنى الحرفي، وجه على اكثر من معترك محلي واقليمي وقاري الى اخره، وقتها ربنا كرمه جامد وكرمنا معاه جامد الحمد لله. وقتها كان بيقول كتير او كلام كتير اتقال عنه ان هو ما شاء الله يعني قدر يحقق اللي حققه ده مع النادي الاهلي، علما بان هو برضو الى حد ما
يعني مش ملم قوي بكل تفاصيل الفرق المنافسه، كان جاي جديد الفريق، ولا ملم بامكانيات لعيبه النادي الاهلي نفسه. ومع هذا اتحقق اللي اتحقق. دلوقتي المفروض بقى ان هو ايه، زي ما بيقولوا كده بالبلدي، اتودك وعرف تفاصيل كل الفرق المنافسه للنادي الاهلي في الدوري. تعتقد ان ده هينتج عنه يعني اداء مختلف، تكتيكات مختلفه، خطط مختلفه الفتره الجايه؟ اقصد بالفتره الجايه بدايه الموسم اللي بدا فيها دلوقتي. اكيد طبعا، هو لما جه اول مره هو، بس انا ايه بوضح لك نقطه، هو عارف حجم النادي الاهلي وعارف لعيبه النادي الاهلي، بس لما يتعايش معاهم ويلعب ويجي في منافسات وهيحط الفرقه وعنده لعيبه كتير، هيتعامل ازاي وفي فروقات عند اللعيبه، ده يبقى موجود، ده احتياطي، ده يبدا بيه، ده مش هيبدا بيه. دلوقتي في حضور جيد جدا ليه، انه بادئ من بدايه الموسم، يعني مش جاي بيكمل لحد، فدي تفرق معاه، بتدي له باور وبتدي له في عنده الدوافع وعنده الامكانيات اللي هي قدامه وماشى يشتغل معاه صح، وفي نفس الوقت بتحمله المسؤوليه كامله ان هو مش جاي يكمل شغل، مش جاي ياخد مكان حد. فهو البدايه بتاعته هتفرق، هو بدايه وهو الراجل بيشتغل بيجتهد، بس زي ما حضرتك تفضلت البدايه لازم تكون قويه، لان ما حدش يقول ايه ده هو جه استلم من حد او يكمل مسيره حد، لا ده هو اللي بادئ. فلما تيجي هتيجي تحاسب، لا انت ما عندكش اي اعذار، في تدعيمات، في لعيبه كويسه، القماشة اللي معاك انت اللي حاضر معاه من الاول. فانا متاكد هو مركز جدا جدا، بدليل هو لما فاروق صلاح بيقول لك عمل اجتماع مهم جدا بيتكلم على فرقه الاسماعيلي، خد العناصر اللي هي ممكن ثلاث ارباع هيبدا اللقاء، حفزهم وحمسهم عشان المباراه مهمه جدا جدا ومباراه مصيريه بالنسبه ليه والبدايه طبعا، لانه عايز يخش بقوه. طيب. والانطلاقه بتاعته في بدايه الدوري هتدي له برده باور لما يربح ويمشي يكمل المسيره. طيب. لان عنده استحقاقات كتير طبعا، ومطلوب منه نتائج وزي ما اتفضلتي اداء كمان. طبعا. فانا مش متاكد ان هو يبقى مركز جامد جدا مع تيم النادي الاهلي ان شاء الله، اكيد يعني ماتش حلو باذن الله، بالتوفيق لينا النهارده وعايزين نفرح ان شاء الله، باذن الله تبقى مباراه قويه ويعني فوز يكون كمان صح، احنا عايزين سكور بقى يعني، واي نوت. ما برضه انت هتلعب الاسماعيلي، انا بتمنى من ربنا النتيجه باذن الله نربح قبل اي شيء، لو في فرق سكور يبقى كرم من عند ربنا ان احنا نجيب جون ونزود ونزود ان شاء الله. لان المنافس هيبقى ايه بلغه الكوره، ده في الملعب بيلعب بعنف وفي سقاله شويه في الاداء، بس انا متفائله، انا شخصيا متفائله. نتمنى ان شاء الله تبقى مباراه اداء ونتيجه كويسه جدا، نتمنى من الله. نورتنا يا كابتن والله، شكرا لحضرتك، صباح الفل على حضرتك، بشكرك جدا على مشاهدينا في كل مكان. انتهت حلقتنا النهارده، وان شاء الله يتجدد اللقاء يوم الاحد بقى باذن الرحمن، حلقه جديده و10 الصبح في الاخر. صباح الفل.